عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عادل الخلو مباشرة من هذه البحيرة الجميلة في أوزونغور في طرابزون. أود أن من خلال هذه الإطلالة القصيرة في هذا الفيديو أن أنقل تحياتي إلى وتشكراتي إلى شركة سفرك السياحية وإلى كل القائمين على هذه الشركة المثالية والأنموذجية والرائعة بخدماتها وبمن يسهر عليها وبإداريها وبطواقمها من أكبر موظفيها إلى أصغرهم. شركة سفرك السياحية شكرا لكم جزيلا على خدماتكم المثالية والرائعة، على تعاملكم اللطيف، على المرونة أيضا في التعامل، على الحضور في كل ما وعدتمونا به وما تحقق على الميدان. شكرا جزيلا، كل ما وعدتمونا به وجدنا على الواقع، ووجدنا أجمل وأفضل من ذلك. ما اقترحتموه من فنادق، من زيارات، من مزارات سياحية، من كل شيء يعني التعامل اللطيف والمثالي، شكرا جزيلا لكم. أصالة عن نفسي ونيابة عن عائلتي الصغيرة في هذه الإطلالة وهذه الزيارة التي قادتنا إلى اسطنبول وإلى طرابزون.